سأبدأ موضوع توصيف الوظائف. كيف توصيف الوظائف؟ تعرف توصيف الوظائف job description بأنه تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة وبيان علاقتها بالوظائف الأخرى بالمنظمة وتحديد المتطلبات اللازمة لمن يشغل الوظيفة من حيث المؤهلات وسنوات الخبرة وموقع الوظيفة في البناء التنظيمي. أغراض توصيف الوظائف أو مجالات استخدام توصيف الوظائف: اختيار الفرد الملائم للوظيفة. بطاقة الوصف بتفيدني لأن فيها شروط متطلبات الوظيفة فبالتالي بتفيدني في اختيار الفرد. 2- تحديد الأجور حيث الواجبات والمسؤوليات، الوظيفة اللي واجباتها أعلى بتاخد أجر أعلى والعكس. 3- تخطيط التدريب، بدرب الفرد على واجباته ومسؤولياته. 4- تخطيط القوى العاملة. 5- صلاحية إجراءات الترقية والنقل، طبعا في المجموعات النوعية بنقل داخل المجموعات المتشابهة. 6- تحديد المسؤولية لأن التوصيف بيبين بطاقة الوصف بيبين الواجبات والمسؤوليات. 7- الأمن الصناعي، قبل عملية التوصيف في تحليل، فإذا كانت ظروف العمل سيئة فبنحاول نحسنها ونعمل إجراءات أمن صناعي. 8- ضبط علاقات العمل. 9- إيجاد لغة إدارية موحدة. 10- إسراء الوظيفة. جمع البيانات اللازمة لتوصيف الوظائف: أول حاجة الاستقصاء، 2- المقابلة الشخصية، 3- الاستقصاء والمقابلة الشخصية، 4- الملاحظة، 5- مصادر أخرى زي القوانين، زي الكتب، زي المراجع، منشورات جهاز الخدمة المدنية في أي دولة، كلها دي بتكمل بعضها. الاستقصاء والمقابلة الشخصية، الاستقصاء والمقابلة الشخصية، الملاحظة تمثل المصادر الأولى لجمع البيانات، لكن المصادر السنوية اللي تمثل المصادر الأخرى اللي هي متوفرة في الكتب والسجلات، لكن المصادر الأولى بتجمع لأول مرة. النواحي الرئيسية التي تضمنها أي بطاقة وصف وظيفي: 1- اسم الوظيفة، هو المختصر الدال على نوع ومستوى الأعمال التي تؤدى، ويستخدم هذا الاسم في جميع شؤون الخدمة وفي جداول الوظائف والموازنة العامة. ب- الدرجة، شريحة من الأجر لها ربط مالي طبقا لجداول المرتبات المعمول به، وتضم الدرجة جميع الوظائف التي تتفق في درجة صعوبة واجباتها إن اختلفت في نوع عملها. ج- الوصف العام، ويحدد موقع الوظيفة في البناء التنظيمي واختصاصها العام. الواجبات والمسؤوليات، وتوضح المهام التفصيلية يؤديها العامل، وتبين مدى صعوبة العمل ونوعه في ضوء عوامل التقييم الداخلة في تكوين الوظيفة وأهمها. المراجعة والإشراف الواقع على الوظيفة، مسؤولية الوظيفة إشرافية وجدت، مدى حرية التصرف لشغل الوظيفة في اتخاذ القرارات، مدى تأثير الوظيفة على أعمال واختصاصات الوظائف الأخرى، الاتصالات والغرض منها وأمتها، المسؤولية عن المواد أو المهمات أو الأدوات، المجهود الذهني أو البدني، ظروف وبيئة العمل التي تزاول فيها أعمال الوظيفة. الواجب توفرها في من يشغل الوظيفة، وتتضمن بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمي، الخبرة النوعية والزمنية، القدرات والمهارات اللازمة للعمل، التدريب الذي تتيحه الوحدة، أي شروط أخرى لازمة لشغل الوظيفة. وشكرا.